السلام عليكم. هذه راكاتو 2019، راح نوريكم مباشرة كيف تعمل مباشرة. أنا دائما ندير فيديوهات مبسطة، معناتها مثال نقول إحنا أنك صعدت في واحدة مباشرة كيف تعمل. عندما ها هو أول شيء تضغط على هذا الزر، تجده في هذه الوضعية، أو إن طفأ تضغط عليه تأتيك للبرمجة. تضغط على ثلاث أزرار. هاي الأولى التلسكوب مباشر كما نقولوا احنا ستوندار، ثم الارجل 100%، ثم اوكي. هاي اوكي، الان هاي جاهزة للعمل. ها ثلاث ازرار فقط، اعيد لكم من جديد. هاي وين عندما توقف تجد في هذه الوضعية. أنا راني أوريكم بصفة مختصرة، بعد ذلك إن شاء الله أجعل لكم فيديوهات معمقة، لأنك أنت مثال رك مبتدئ ولا جاءت هذه الرافعة جديدة عندك. بثلاث أزرار تستطيع أن تشغلها. بعدما تشغلها من هذا الزر وفي هنا وكأنه ضوء يشتعل لك الجهاز، مباشرة تضغط على هذه، هاي باينة واضحة، ثم أرجل 100%، ثم هذه A C. ثلاث أزرار مباشرة، ثلاث أزرار تستطيع أن تعمل بها. بعد ذلك تستطيع أن تتعمق فيها. يبقى لك هنا تفتح هذه، تفتح لك الموف الكبير فقط، وهذه تحرر الدوران، لاكس روتاس الدوران، ثم تنزع. بعد ما تبرمجها من جهاز الكمبيوتر، تفتح هنا، تفتح هذا الموف اللي قلت لكم الكبير، وهذا مختصر بالتلسكوب، وهذه تحرر لك الدوران. بعد ذلك يبقى لك هذا فقط، تفتحه كذلك ولاكس روتاسيون فقط. تستطيع ان تعمل بها بكل سهولة. ان شاء الله راكم استفدتوا من هذه البرمجة، وان شاء الله مرة اخرى نجعل لكم فيديوهات مفصلة من الداخل. انا لحد الان راني ما نعرف لهاش 100%، راه علمني صديق فقط. الحقيقة راني أول خطرة، راني أول مرة أقودها، والإنسان هذا اللي يقود في الرافعة دائما هذه الرافعات راه نفس مبدأ العمل، يأتيه سهلة. مثال أنت تقود في رافعة أخرى، تأتيك هذه مباشرة، تعرف المدى، تعرف الزاوية، تعرف من الرموز فقط تعرفها بطبيعة الحال، لأنها نفس مبدأ العمل. وكاين واحد متتبع أظن أنه من الدول العربية قال لي من فضلك من فضلك من فضلك تكلم بالفصحى العربية لكي أفهمك، راني كثير من الجمل لم أفهمهم. أخي أنا أعتذر للغة، أعتذر لأني أول شيء لا مثال لو أتكلم بالفصحى المطلقة يجب أن أوقف الفيديو وأبحث عن الجملة المناسبة، لأن يوجد مفردات لا أستطيع أن أجدها في المكان المناسب في الدقيقة المناسبة. مثلا الآن أعمل، هاني أعمل وفي نفس الوقت أجد لك الجملة ذيك، لأن مصطلحات كثيرة هنا لا مش الحالة، لباس، لا أستطيع أن أجدها في الوقت المناسب. لذلك بغير ذلك كذلك نعمل في أماكن ممنوع التصوير، رغم دعوا علي ملاحظة. أنا كثير كم من مرة يأخذوا علي ملاحظات عن الكاميرا هذه والهاتف. والله البارح فقط لاحظوني أتكلم في الفيديو، وقال لي أحد العمال، رغم عمال الأمن، لاحظوا أخذوا من أجلك ملاحظة، انتبه لنفسك، انتبه لنفسك. قلت له بارك الله فيك، راه اغلبيه الفيديو رانا اسرقهم فقط. مثل الان انا سرقت هذا الفيديو، والله سرقته فقط من اجل المتتبعين بطبيعه الحال، والناس باش تستفيد. ممكن هذا الفيديو راني ننشره، ممكن على 10 سنوات قادر يستفيد منه احد العمال. اوريكم هذه الرافعه من الخارج. ما تجي نروح.